اهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جديد وحلقه جديده من ايام الشهر المبارك، وحلقه جديده من واحنا لبعض. ايام بسيطه جدا ونودع الشهر المبارك، ايام بسيطه جدا ويبقى خلاص كل واحد فينا خد درجته وخلصت والشهر انتهى. اللي نجح نجح واللي ما نجحش ما نجحش وعدى خلاص. ايام بسيطه جدا ونقول لبعض يلا ربنا يا ربي يكتب لنا ويتقبل مننا صيامنا وصالح اعمالنا، وكل سنه وانتم طيبين والعيد دخل علينا. وتمر حياتنا لان هي دي طبيعتها، بتجري واحنا فيها. ساعات كتير فلاسفه كبار يقولك هو احنا اللي عايشين الدنيا ولا الدنيا اللي عايشانا؟ يعني احنا عايشين حياتنا ولا الحياه هي اللي عايشانا؟ الحقيقة هما الاتنين، اللي بيسلم للحياة دي بتلهيه قوي، بتشده، بتفضل تشيله وتحط فيه، ما بتسميش عليه. أما اللي برضاش يسلم لها، بيسلم أمور ربنا سبحانه وتعالى ما بتقدرش عليه. ده مثلا يقولك اللي فيها لله ما بتغرقش، هو كده. بتحس اوقات ان في ايام ما بتفوتش ما بتعديش من ضغوطها ووجعها وزهقها، واوقات تانية بتحس بتقول لنفسك وانا كنت مزوتها كده ليه؟ انا كنت عامل ليه كده ليه؟ يعني كنت مكبر الموضوع ليه صحيح كده؟ مزايا زي اللي قبلها واللي بعدها، هي دنيتنا كده. في وقت من الاوقات كلنا عشناها او هي عاشتنا، الأكيد إن هي فانية، كلنا راحلون من عليها. زي ما اللي قبلنا مشيوا إحنا كمان هنمشي، بس هل إحنا عندنا يقظة الرحيل؟ كلنا عارفين الموت علينا حق، بس هل عندنا يقظة الرحيل؟ عندنا استعداد عملنا له حساب للرحيل؟ ده اللي طالع رحلة بيعمل لها حساب، اللي واخد عياله هيصيف بيعمل لها حساب. احنا عاملين حساب لده؟ عشنا ما اختبناش حد، ما خدناش في عرض حد، ما ظلمناش حد، ما اكلناش حقوق حد، ما افتريناش على حد، عشنا برين بوالدينا، عشنا بصلة الرحم، عشنا ما بنغلش، ما بنحقدش، ما بنحسدش. ده كله مهم جدا، ولا دي كلها ذنوب هنلاقيها وقت الحساب لما ينصب لنا الديوان. كل ده بتبقى أسئلة في بالنا وفي حياتنا، لأن بالبسيط كده ده بني آدم، هو ده جنس البني آدمين. تعالوا بقى نروح لدقيق أروع ما تكون ونتكلم في صلب الموضوع بمنهج ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وسنة نبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نطلع لفصل ونرجع ليكم مرة تانية، ابقوا معنا. حاولوا معايا بالشيخ عبد الحميد عمر. الله يخليك يا استاذ، ايه منورني. الله يخليك، الله ده شرف لي والله يا استاذ. طبعا يمكن دي حياتنا، ما بين ان احنا بنبقى عايشين جنوب مش واخدين بالنا منها. صحيح. نيجي وقت الفضفضه كده واحنا مخلوقين من حد، نفتري في الكلام. صحيح صحيح. نحكي اللي يخصنا ويسيب، نحكي اللي لينا وننسى ما علينا. صحيح. نيجي في وقت الغضب نقول جمله او نفتري على حد بصفه. صحيح. تلاقي في الاخر ده كله محسوب لك ومتأيد. صحيح. نيجي بقى نقول طب احنا ازاي سيبنا ذنوبنا دي ورحنا بيها؟ صحيح صحيح. هو ازاي نركز في ده؟ لان وقت يعني وقت ما في يوم من الايام هنبعث قدام رب العالمين احنا محتاجين لحسنه واحده. صحيح. مش صحيح. بقى الحسنات. صحيح. ده الواحده هتفرق. صحيح. اتفضل. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، تسبح له الرمال وتسجد له الظلال وتخر من هيبته الصواعق والجبال. خلق الانسان من نطفه اذا تمنى، خلقه ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، بل خلقه من طين
من طين اللازب ومن الصلصال، وزين صورته سبحانه بأحسن تقويم وأتم اعتدال، عصم قلبه بنور الهداية من أن يقع في ورطات الضلال. حقيقة الإنسان في الكلام ربما يسرف، ونحن في آخر شهر رمضان، إن شئنا قلنا هذه الأيام عيد لأن ما بقي على العيد إلا ساعات. هذه الأيام التي نحن فيها أيام عيد، ولن يكون العيد عيدا إلا إذا تخلص الإنسان من ذنوبه في الحياة. هذا هو العيد الحقيقي. طب ينفع نكفر عن ذنوبنا دي؟ لا، يعني انا مش عايزه اقابل بيها وجه كريم. صحيح، هعمل لها حساب ومش عايزه تقل من ميزاني. صحيح. الصدقه، الصدقه تكفر عن الذنوب. تكفر عن الذنوب. يعني انا غلطت في مرات ابني. صحيح. او مرات ابني عابت في حماتها. صحيح. في احد الروايات او في اي موقف او في زعل او انا في يوم من الايام هحاسب على اللي قلته ده. صحيح. صحيح. وربنا مش هيسيب حاجه، مفيش مثقال ذره مش هنتحاسب عليه. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عليه. كل شيء الصدقه بقى. صحيح. تكفر عن الذنوب دي. الصدقات تكفر عن الذنوب، وان كان الذنب يا سيدتي حتى يكون الكلام كلام واضح، اتفضل. يتعلق بحق انسان، على هذا الانسان الذي اقترف ذنبا في حق اخيه ان يطلب منه المسامحه في الدنيا. وما يطلب منه المسامحة ما يقول له معلش أنا جبت في عرضك كذا كذا كذا، هو يطلب منه المسامحة. فإن أبى الإنسان يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالصدقة. هذا هو الأساس. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهم، هذا ما قاله ربي وربك، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. السماء خلقت بالحق، وهذه الأرض خلقت بالحق، وما صعد من الأرض إلى السماء يا سيدتي ما صعد إلا بالحق، وما نزل من السماء إلى الأرض ما نزل إلا بالحق. فعاش الخلق بالحق، وأحياهم الحق، وأماتهم الحق، وجمعهم الحق في يوم الحق، ليعطي الحق لكل من له حق. فأدِ ما عليك واطلب حقك، واعلم أن الحق لا يضيعك في هذه الدنيا، وإن ضيعك الناس في الدنيا فلك عند الله حق، وكما يقولون عند الله تجتمع الخصوم. يعني الإنسان الموضوع خطوات. خطوات. أولها يعني واحد سب في حد في ظهره. صحيح. أو اختابه. صحيح. أو اتجن عليه. أو عمل له مشكلة كبيرة. أو لو الست بهدلت حد. صحيح. أروح لها يعني أطلب السماح منها. أي ذنب من الذنوب التي تتعلق بحق الإله الله يغفره. التي تتعلق بحق العبد لابد للعبد أولا صاحب الذنب الذي اقترف ذنبا أن يطلب المسامحة ممن اقترف ذنبا في حق، يقول له معلش سامحني. افرض قال له مش مسامحك، يتصدق إلى الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى هو الذي سيؤلف القلوب يوم القيامة. الصدق. الأيام التي نحن فيها هي أيام عيد، الأيام التي هي في نحن فيها يا حسرة المفرط فيها، لقد أضاع الزمان، أقسم بالله لقد أضاع الزمان. الذي لا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة، الذي لا يتقرب إلى الله بتفريج الكروب، الذي لا يتقرب إلى الله بتنفيس الهموم، الذي لا يتقرب إلى الله بقضاء الديون. الأيام التي نحن فيها هي ليست أيام حزن. حضرتك بتقولوا ده أمر برضو ممكن يبقى صعب على بعض الناس. في واحدة خربت بيت واحدة، تروح تقول لها سامحيني أنا اللي خربت بيتك. هي مش هتقول لها أنا خربت بيتك، هي تطلب منها المسامحة فقط. سامحيني ربما اكون انا عملت حاجه في الحياه، يعني انما مش هتقول لها انا عملت كذا وكذا، لان كده المشكله الثانيه عارفه برضو يا شيخ. من الثانيه عارفه. لا، من طلب يا سيدتي من طلب المسامحه سيسامح، هي تبدا، والباقي على الله تبارك وتعالى. الباقي على الله. الايام التي نحن فيها هي ايام ازاي الانسان يخرج منها من هذه الحياه بلا ذنوب وبلا بالسيئات. أفضل شيء يتقرب به الإنسان إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام إنك تكبر بخاطر إنسان، لأن كما قلنا الأيام التي نحن فيها ما بقي على العيد إلا ساعات. الإنسان النهاردة هذه أيام فرحة حقيقية. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج لصلاة العيد وجد الطفل يبكي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ساب الصحابة وجس صلى الله عليه وآله وسلم روحي له الفداء. أتصور هذا المشهد، على ركبتي وخاطب الصبي، ما الذي يبكيك؟ قال له الصبي إليك عني أيها الرجل. ما تركه صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه قال لا أقول لك بالذي يبكيك، وأخذ الصبي إلى صدره. شعر الصبي بنوع من أنواع الاطمئنان. قال له الذي أبكاني أن أبي قد مات في الغزوات مع رسول الله، تزوجت أمي من إنسان بعدها بأشهر آخر، أخذ مالي وأكل حقي. فلما جاء يوم العيد ورأيت الأطفال يفرحون ويلعبون، ورأيت مع كل واحد منهم أباه يطعمه الجديد ويلبسه النادر، بكيت. فبكى صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذ يمسح على, 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 على رأس الصبي ويقول له أهذا الذي أبكاك؟ ألا ترضى أيها الصبي أن يكون رسول الله لك أب؟
ألا ترضى أن تكون عائشة لك أم؟ ألا ترضى أن يكون الحسن والحسين لك إخوة؟ أدرك الصبي بدهائه وذكائه أن هذا الذي يخاطبه هو رسول الله. أخذه النبي إلى بيته، أطعمه الجديد، أعطاه المال. أخذ الصبي بعدها خرج يلعب مع الصبيان وقد تغيرت أحواله برحمة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. أخذت الأطفال ينظرون إليه، فلان كنت بيننا الآن جائعا حزينا دليلا، ما الذي غيرك؟ قال لهم مهلا مهلا، لقد كنت جائعا فأطعمني الله، كنت عاريا فكساني الله، كنت ظمآن فأرواني الله، كنت بدون أب فصار رسول الله أبي، وصارت عائشة أمي، وصار الحسن والحسين إخوتي. فهو بعد أن كان يبكي أصبح يفرح، كل واحد منهم بعد أن كان يفرح أصبح هو الذي يبكي. من فلان، ما الذي أبكاك؟ يقول كنت أتمنى أن يكون أبي هو الذي قد مات في الغزوات مع رسول الله. ولذلك رحم الله من يقول كان النبي يمشي سيدتي، أو صار النبي يمشي في ذات يوم عيد، كل الأطفال نشوة في عيدها السعيد، في زحمة الحياة ونشوة الجديد، إلا فتى رقيق يمشي بلا رفيق، يبكي على الطريق كأنه شريد أو أنه طريد، حاله ينم عن أنه فقير، وجهه عبوس، ثوبه قديم، دنا الرسول منه بخلقه العظيم، ومسعى على يديه ورأسه السقيم، وضمه برفق لصدره الرحيم، وقال ما دهاك يا أيها الكريم؟ قال الغلام مات والدي الحبيب، وتزوجت أمي من آخر غريب، الآن لا أنيس لي ولا جليس ولا مبيت لي وليس لي قريب، فصرخت من أحشائي ولا أحد يجيب، وناديت البرايا ولا قلب ينيب، قال النبي مهلا الله قد كفاك، ألا ترضى أن يكون محمد أباك؟ صلى الله عليه وسلم. نطلع نشوف تقريرنا الأول ونرجع لكم مرة تانية، ابكوا معنا. جيل ده ربنا يكرمهم يا رب ويزيدوا معامل أبيض للبلد كلها، احنا ناس تعبانين بنبقى رايحين المشوار، لقينا البير ده قدامنا بننزل نشرب منه، نغسل وشنا منه ونتوضى منه. يا باشا المشروع الميه ده الله يديكم الصحه، نفع الناس كلها صراحه، وكله بيجي يشرب منه، يعني صراحه خير يعني، والله يرحم اللي عامله يعني. بسم الله ما شاء الله، وانا ماشيه كده لقيت ميه حلو، بسم الله الله يرضى عن اللي عمل كده. ثوابها حلو عند الله، ان راحت عند العبد مش هتروح عند الرب، هي مش طالعه عند الرب. انا مبسوطه من الميه اللي جاتنا دي لحد البيت، وربنا يصلح حاله، جايبين لنا الميه لحد البيت والحمد لله. شعور جميل قوي، ويا رب يخليكم وينصركم يا رب ويقويكم ويجعلكم من فاعلين الخير دايم. مبسوطين الحمد لله، الحمد لله ربنا يحافظ عليكم كلكم يا رب، ويسر عليكم مكان ما تمشوا يحافظ عليكم. الحمد لله رب العالمين، دلوقتي احنا ماشيين على الطريق بنلاقي ميه نشرب منها، و الماء دي بتسقي الزرع بتسقي الحيوان، والله يرحم اللي عمله ويسامح اللي عمله ويدي اللي عمله ويديه الصحه والعافيه والقوه. اول حاجه فادنا ان فاد المنطقه كلها في الشرب وفي كل حاجه، والله يبارك له اللي عمله. يستر عليهم ويرزق ويحنن عليهم. سعمتونا يرزق، ويا رب يديكم ما يعلكم كمان وكمان يا رب. سعمتونا الميه الحلو ويحنن عليك ويرزقكم كمان وكمان ويعلينه. كنا محتاجينه كتير، ونشكر الناس دي، كنا شغالين على الترومبة وركبوا لنا البير، الله يجزيهم الله خير، وكده بنشكرهم جدا والله. يا ربنا يزيدكم الخير ويسترها معاكم وتعيشوا وتعملوا كمان حاجات. هذه السعادة لا تعادلها أي سعادة في الوجود، اللذة هذه والسعادة هذه لا يعرفها أبدا في الحياة إلا من جربها. وكمان ما تقدرش تطلع الكلام الحلو ده والمشاعر الحلوة لظهر على الشاشة غير لما يبقى في حاجة بسطتها. صحيح، ده دي الفرح الحقيقي. ايوه يعني مش هتقدر تعمل ده غير لو هم مبسوطين عن بجد. صحيح ده بصدق، وان كان عندهم معاناه حقيقيه. صحيح، دي معاناه حقيقيه، ده عندهم معاناه لا تنتهي. بيقولوا لكم ايه بقى؟ ايه بيقولوا لكم ايه لما بتركبوا الابور دي؟ الناس دي
الإنسان اللي بيحتاج حياة لما الحياة ترجع له، لما يخش بيته وعايش شوية مية هيلاقي شوية مية سواء في حمام شوية، الفرحة الحقيقية بتاعته بتبقى قد إيه؟ إزاي لما توصلي فرحة أما توصلي وصلة مية لواحد؟ إزاي شايفة صوت المية عامل إزاي؟ صوت الحياة الحقيقية؟ الناس دي لما تشوف المية بقت قدامهم دلوقتي هم كانوا بيروح 3 و4 كيلو عشان يملوا مية يلاقوا الفرحة الحقيقية دي؟ هسأل حضرتك سؤال يمكن صعب حبتين بس يمكن أنتوا اتعودتوا عليا عشان نبقى ما قصرناش مع أي حد. ابني وأبوه توفاه الله. وكان يعلم الابن ده جيدا ان والده كان انسان ما بيتصدقش ما بيطلعش زكاة ماله اول باول. صحيح. وهو يعلم ده. صحيح. لكن الاب ده توفاه الله بين ايادي ربنا. صحيح حسن. صحيح. ينفع الابن يعمل لوالده صدقة جارية في الايام المفترجة دي؟ احنا في ايام العتق من النار. صحيح. صحيح. ايام اللي اغلى من الذهب اللي ربنا اخصها في اخر شهر رمضان وحط ليلة القدر فيها علشان كلنا كده يعني نتشجع ما نقولش ما نبقاش كسالة بقى. صحيح. طيب والأجر كله بيتاخد فيه. صحيح. قول لي بقى كده ينفع يعمل صدقة دي؟ تنفع أبوه الله يرحمه؟ ده لازم. ده إيه لازم ده بقى هو أبوه ما تصدقش على نفسه؟ لازم صلة رحم. يا صلة رحم مش واجب على الإنسان؟ صلة الرحم واجبة على الإنسان في الدنيا والآخرة. فلما يكون أبوك مات وانت عارف احتياجات ابوك ايه في الحياه، وبعدين انت يا سيدتي احنا هنسيب الحياه ونمشي، يعني شهر رمضان بنقول ناقص ساعات وينتهي، ده دليل ان حياتك هتنتهي. نزولك ما زال اباؤنا ويبقى الزمان كما هو الزمان، نهار يمر وليل يفر ونجم يغور ونجم يرى، واعلم بانه سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح. سعر البير كام بقى؟ سعر البير 30,000 جنيه. 30,000 جنيه. الإنسان لما يطلع صدقة جارية على روح أبوه في هذه الأيام الطاهرة، الناس يا سيدة تحط في دماغها أن ليلة القدر لا تدرك إلا في المساجد، ليلة القدر لا تدرك إلا عند هؤلاء الناس، جبر خاطر هؤلاء الناس. شوف ليلة، أنت عايز ليلة قدر حقيقية روح عند المحتاج، عايز ليلة قدر حقيقية مع المساجد. نحن لا نقلل من قيمة المساجد ولا من قلة من يذهبون إليه، ولكن مش عايزين المساجد بس هي الإنسان اللي بيتمسك بيها. امشي بجميع السبل، شوف الانسان اللي عايز جبر الخاطر اجبر خاطر، الانسان اللي عنده كروب حاول هتلاقي عنده ليله القدر، الانسان اللي عنده هموم عنده في حياته هتلاقي ليله القدر عنده لو انت رحت عنده. طب شعور المتوفي بقى الاب اللي توفاه الله ده ايه لما صدقه زي دي تروح له؟ رفع الحسنات بتاعته، شعور الاب انه هينتقل من 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 من, من سيئات كتيره، من نار ربما يكون عمل في الدنيا بدل ما طلعش، هتبقى السيئات والذنوب بتاعته كتير، فلما الابن يطلع لابوه حسنات ويعمل له صدقة جارية بير ب30,000 جنيه، عايز تعمل فيه سهمين ثلاثة، ويريتك تعمل البير، ياريت اسم أبوك ينكتب على البير يدر عليه حسنات إلى يوم القيامة. الأب يفرح بابنه في الدنيا ويتباهى بين الناس اللي هم أموات اللي هم حيين في القبور حياة أرواح، يتباهى إن ابنه عمل له. ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعني من الحاجات اللي فاجئتني جدا في إحنا والبعض إن حياة الأموات ما بتفرقش كتير عن حياة الأحياء، هما يشعرون جيدا. اللي فاجئني اكتر مش ده، لا فاجئني ان زي ما في اب بيتباهى باولاده، المدرس الفلاني، الضابط الفلاني، المستشار العلاني، الدكتور الفلاني، الدكتوره الفلانيه، متجوزه الراجل الفلاني، بيتباهى بده. احنا بنتباهى باولادنا وبنسلنا وبنسبنا. صحيح. طلعوا بيتباهوا كده في الاخر هي هياها، يقول ابن فلان عمل لي، ابن فلان زارني، صحيح، حفيدي فلان جالي، حفيدي فلان تصدق لي، بنتي الله يبارك لها عملت لي صدقه. انا ده فاجئني معاك. هو ده التباهي الحقيقي؟ هو التباهي الحقيقي في الدنيا؟ لا، احنا بنتباهي ان ابن كذا او كذا او كذا او كذا، ده التباهي الحقيقي بفعل الخير، التباهي الحقيقي، لان حياه الاموات كما قلنا حياه ارواح، فحياه الارواح مطلعه بهذا العالم، العالم اللي احنا فيه شايفين كل ما يحدث في هذه الحياه، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تحزنوا موتاكم بعمل السيئات. الميت اللي مات اهو لما يلاقي ابنه في الحياه لا بيعمل صدقه، ابنه في الحياه ما بيفرجش على الانسان مكروب، ابنه في الحياه ما بينفسش عن انسان مهموم، ابنه في الحياه ما كانش يوم في يوم من الايام سبب في قضاء دين، ابنه في يوم من الايام ما كانش سببا في اغاثه ملهوف، يبقى زعلان. في ناس بعد وفاة أبيهم وأمهم بيبقوا أكثر التزاما ومحافظين على صلاتهم جدا وبيقروا القرآن طول السنة، بيتغيروا فعلا للأفضل. صحيح. عشان خاطر حضرتك قلت ده دليل الرضا يا سيدتي، دليل الرضا من ربنا،
لما ربنا يوفقك للخير في, في, في شهر الخير لعمل الخير, يبقى ربنا عايزك انت تكون من اهل الخير. فلما الخير ده يجي يعرض علينا انت شايفين الفرح الحقيقي. الناس ده بتدعي لنا دعوه بظهر بظهر الغيب, المنكسره قلوبهم هذا اللي احنا بنشوفهم, هذا اللي فرحانين بالمية, ربنا يسترك ربنا يكرمك, الحاجه ميرفت والحاجه امينه والبشمهندس مجدي وحرم والناس, الناس قمه الادب وقمه الاحترام, دي الفرح الحقيقيه, ان هم لازم يشعروا في الحياه ان ربنا راضي عليهم. هو ربنا لو مش راضي عليهم هيوفقهم لفعل الخير ليه؟ ابدا. طب ما في اكثر ناس اكثر من كمال واكثر من ثراء واكثر, وربنا ما وفقهمش. خلاص علينا نلحق بقى ونشوف صداقتنا الاولى فين. ترجع ليكم مره ثانيه, ابقوا معنا. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله, فمنكم من يبخل, ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه, والله الغني وانتم الفقراء. قال الله تعالى: فاما اليتيم فلا تقهر, وأما السائل فلا تنهر, وأما بنعمة ربك فحدث. اليتيم مكروم من أجل اليتيم الأكبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أتمنى من حضركم تعملوا لي حتى أوضة, لو أوضة واحدة بس أقعد فيها بدل ما أقعد عند أمي. حتى مش قادرين نركب باب ولا أي حاجة, بس طول ما ربنا معانا ان شاء الله هنعمل. محتاجين سقف لليتيم عشان ربنا يكرمك. فاما اليتيم فلا تقهر. اتمنى من حضراتكم تعملوا لي حتى اوضه, لو اوضه واحده بس اقعد فيها بدل ما اقعد عند امي. تريد ان تكون ممن يسارعون إلى مغفرة من ربهم وجنة, أنفق في السراء والضراء, واسمح كلام ربك في الحديث القدسي: عبدي أنفق أنفق عليك. أنا طالبة بس إن حد بس يعمل لها بس أوضتين بس, حتى لو أوضة واحدة يا شيخ, لو أوضة واحدة بس تداريها من النطر بس, ونجيب لها عداد مية, وفي ده فضل ونعمة من عند الله, واللي يعمل معاه الخير يعمل مع بنت الخير, ربنا هيجازيه خير ان شاء الله في الاخره, عشان هي تعبت كتير. والله العظيم يا شيخ تعبت كتير, تعبت كتير, واحنا اللي واقفين معاها والله بعد ربنا. واحنا مش طالبين من حضراتكم بس اللي هي اوضه واحده, حتى كفايه ان انتوا حضراتكم تحبوكنا بالراح والعرق عشان النطره تداريها وتداري ولادها, ومش طالبين من حضراتكم الا عداد ميه, وكده فضل ونعمه من عند الله, وربنا يجازيكم خير دنيا واخره. اللي يقف مع بنتي ربنا يجازيه خير دنيا واخره. مش هنضحك على بعض, كلنا عارفين ان الحجة وحشة, ودايما في دعائنا بنقول يا رب ما تحوجناش لحد, يا رب ما تخليناش نروح ولا نخبط على باب حد, رب استرها علينا, كلنا عارفين ده. وفي الحقيقة لو ربنا ما حوجكش لحد دي نعمة كبيرة قوي 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 قوي, يا رب تكون بتاكل عيش حيف, دي نعمة كبيرة قوي يعني, أكيد هي في مأساة حقيقية, وأكيد هي محتاجة المساعدة. الدموع دي غالية, الدموع غالية دي عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قد إيه دموع البنت, وقد إيه دموع الأم, قد إيه الأم مهمومة على بنتها ومهمومة على الكرب اللي فيه بنتها, وبتقول اعملوا له حتى أوضة واحدة في الحياة, أوضة واحدة يعني تنجيها الأيام اللي احنا شايفين أيام برد جديدة. إزاي الناس دي عايشة كده؟ إزاي بص لدي, خلي دي أختك في الحياة, طب خلي دي أمك في الحياة, طب أنت وصلت أمك في يوم من الأيام, طب أنت بردتها في يوم من الأيام, ده البر الحقيقي. حتى لو أمك رحلت عن هذه الحياة حاول تبريها. ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد 55 سنة, السيدة آمنة أم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام توفيت وكان عندها من العمر 25 سنة, وهي جاية بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من زيارة خاله, توفيت في الطريق. السيدة أم أيمن حفرت قبر السيدة آمنة, وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان صغير, ولكن سيدنا النبي كان شايف إيه الوضع. بعد 55 سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعود إلى مكة فاتحة معه عشرات الآلاف من الجنود ومن الصحابة رضوان الله عليه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خطف في الصحابة في خطبة الوداع في 124 ألف صحابة. حد مثلا بيشوفنا دلوقتي وعايز يساعد الست دي ويصدقها, ده لازم
اللي شو الارقام الموجوده على الشاشه يا سيدتي دي حمله اللي عملتها مؤسسه فاعل خير وباذن الله احنا شغالين للناس دي. دول اهالينا في وادي الريان واهالينا في الفيوم وفي بني سويف والمنيا. احنا شغالين في الايام دي للناس دي في الاحتياجات دي. واللي مش هنجيله في رمضان ان شاء الله بعد العيد مباشره كل الحاجات دي ان شاء الله بفضل الساده المتبرعين وبفضل الساده المنفقين. الناس اللي عايزه تبقى ادركت ليه. عايز اقول حاجه اوضحها للساده المشاهدين. مؤسسه فاعل خير يمكن اما باجي اسالهم تبقى إجابتهم واحدة وثابتة وما بتتغيرش. سعر البير ده بكام؟ البير ده ب30,000 جنيه. هيطلع نفس الشكل انت شفته معايا؟ بنفس الأداء ده؟ بنفس الفكرة، بنفس اللي هو البير الارتوازي اللي بيطلع مية عدبة مناسبة للشرب؟ ما يبقاش ترمبة كده وتركب لها جردلين؟ لا. طب ما يبقاش معرفش ايه؟ هما واحد. الاسقف لما بتيجي تساله في السقف بيقولك السقف اللي عندي انا ما عنديش نوعين ولا ثلاثه، هو نوع سقف واحد اللي هو بعمله بيبقى بالواح خشب، ولان ده هو ده المتاح ليا وده اللي سهم فيه ب5,000 جنيه. الاعلى منه الصفيح او الصاج او الكلام ده ما بشتغلش فيه، ما بعملوش. والمسلح انتوا عارفين طن الحديد بكام عشان يصب سقف، فهم ده اللي بيريحهم يعني عشان يراعوا ضمنهم قدامكم. وكثره الاحتياجات كثره الاحتياجات احنا عندنا اكتر من 1,500 حالة في وادي الريان بس. في الحقيقة هو ده كمان بيخلي الناس او احنا بنبقى حابين ده معاكم لان انتوا واضحين. انا بشوف البير على الشاشة صحيح، انت شكل السقف بتوريهولي على الشاشة وبنعمله فانا خلاص مستلمش حاجة غير اللي انا شايفاها قدامي. صحيح صحيح، عشان نكفي الناس دي كلها. ولان المتصدق لما بيشوف يقول انا هعمل الست دي 1, 2, 3 خلاص بيعمل لها 1, 2, 3. احنا بنقول السهم في السقف اللي احنا شايفينه ده ب5,000 جنيه. الست دي لو هتعملي لها بس قطين اتنين مش محتاجين من اقل من 3 تسهم ل4 تسهم 20,000 جنيه عشان نجيب لها عروق ونجيب لها خشب ونجيب لها محاره. صح. ونجيب لها نعمل قطين اتنين يتكلفوا 4 تسهم. فاحنا الكلام واضح واحنا لا بنعمل خرسانه، احنا بنحاول قدر الاستطاعه نحمل الناس دي عشان نعمل اكتر كميه من الناس. لان اللي كان قاعد في الهواء انت مش هتصب الواحد خرسانه وتسيب بقيه ال 1500، لا احنا بنعمل لاكثر كميه من الناس عشان العيد دي لما يجي يبقى العيد يجي دي والناس فرحانه فرحه حقيقيه. تعالوا نطلع نشوف تقريرنا الجاي ونرجع لكم مره ثانيه، ابقوا معنا. هذه التجاره الحقيقيه، ان الانسان يتاجر مع ربنا، تتاجر مع ربنا بفعل الخير. النهارده دي المساجد اللي احنا بنوريها لحضراتكم، كل المساجد محتاجه ابار. المساجد لما تسمع الله اكبر اصعب ما في الوجود ثم تاتي الى المسجد لتؤدي فريضه الله تبارك وتعالى فلا تجد ماء. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله. فنحن في مسجد التقوى احنا محتاجين للماء، وفعلا والله في اللي يجي ما بيصليش بيمشي. احنا انا محتاجين ميه، المسجد ده كل جمعه بتتلع الاخر. لو تفضل علينا اللي بيبير ميه يكون 50-60 متر هيكون افضل لينا ولهم وزيهم الله خير يعني. والله الناس واحنا عاوزين ايش؟ ميه، محتاجين للميه. وهنا اهم حاجه هي الحياه، نبض الحياه هنا للميه. المسجد ده مسجد التقوى، محتاج لأهل التقوى. مسجد التقوى محتاج لأناس نكون جميعا في قلوبنا تقوى حتى يجعلنا الله تبارك وتعالى من أهل التقوى. محتاج بير، مين اللي هيقول البير بتاع هذا المسجد بتاع مسجد التقوى؟ أنا اللي هعمله. نحن أنا عايزين صندة المية عشان توفر لنا المية حتى للحمامات، بس حمامات المسجد أكثر منك مش عاوزين حاجة. هنا قال الله في وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. وهنا أهم حاجة هي الحياة، نبض الحياة هنا للمية. احنا محتاجين حضرتك حد فاعل خير يتبرع لنا بدير مية للمسجد ده، عشان نحتاج نتوضى، نحتاج العيال يشرب منه، الناس تتوضى منه. انت هتساعد الناس الكبيرة اللي هنا عشان يعبدوا ربنا بالطريقة الصحيحة، عشان يتوضوا ويدعوا لك، يصلوا ويدعوا لك، يفطروا على المية ويدعوا لك، يصحروا بيها ويدعوا لك، يتوضوا هم قاعدين يدعوا لك. ودعوة بظهر الغيب يتقبلها من يقبل الدعاء، إنه سبحانه نعم المولى ونعم المجيب. أنفق أنفق عليك، فإن أردت سعة فعليك بالإنفاق، إن أردت سترا فعليك بالبذل، إن أردت جبرا لخاطرك فاجبر خاطر الناس حتى يجبر خاطرك أنت رب الناس. الله أكبر الله أكبر.
احنا عرفنا ان قيمة الصدقة في المسجد كبيرة قوي. صحيح. قيمة لا ينافسها اي قيمة. صحيح. يعني سبحان الله قيمة كبيرة قوي قوي قوي. صحيح. وعرفنا ان كل السادة الافاضل يتوفاهم الله. صحيح. وسعوا. صحيح. وبنوا مساجد لانفسهم. صحيح. او ربنا وفقهم في ده. لان انت ممكن تسعى وما يبقالكش نصيب على فكرة. صحيح. ناس كتير جدا سعت وما ربنا ما وفقهاش في اشياء كتير. حد بيشوفني ولا ناخد الجامع ده من بابه. صحيح. المطلوب فيه المسجد ده محتاج بير والمسجد ده محتاج فرش. ده حملة ال 500 بير منهم 150 بير بس. المساجد دي في مطروح, مسجد التقوى ده في مطروح, 150 بير في مطروح وكلهم لمساجد. اللي عايز يعمل بير لمسجد هو هيعمل بير لمسجد ناس تخش وتصلي وتتوضى وتدعي له وناس هتشرب. فهيجمع بين الصدقه الجاريه, هتجمع لشرب شرب الماء الميه العذبه للناس, وهتجمع بين انسان هيتوضى, فتجمع بين الحسنين كما يقولون. فحمله المساجد احنا عندنا 150 وشغالين فيهم في رمضان, وبنقول بنطمن الساده المشاهدين اللي ما رحنا لهمش في رمضان هنروح لهم عقب عيد الفطر مباشره, لان الناس دي احنا مش هنسيبها بدون مياه. ومؤسسه فاعل خير بفضل الساده المتبرعين وفضل الساده المنفقين وفضل السادة اللي هم بيدعموا المؤسسة واسقين ثقة عمياء في المؤسسة, لان هم بيروحوا بنفسهم وبيشوفوا الجهود دي وبيشوفوا مؤسسة فعل خير بتعمل ايه على الطبيعة. الناس بتبكي لما بتشوف الامر. فاحنا بنقول البير ده ب30,000 جنيه. اللي عايز يعمل البير ده يبقى له عند ربين صدقة جارية. وزي ما حضرتك بتقولي في ناس كتير معاه فلوس وغير موفقة. يا سيدتي قال علماؤنا الستر على نوعين, ستر عن المعصية وستر في المعصية. الستر عن المعصية يطلبه خواص الخواص. قال علماؤنا رضي الله عنهم وأرضاهم, قد يفتح لك أبواب العمل في الحياة ويغلق عليك أبواب القبول, وقد يفتح لك باب المعصية فتكون المعصية سببا في الوصول. الإنسان لما يحصي ربنا ويتصدق بصدقة حلوة زي دي ويقول أنا هعمل بير لله تبارك وتعالى, أنا هعمل, تكون المعصية اللي هو فعلها في حياته كانت سبب في إنه في فعل الخير, فتكون المعصية سبب في الوصول. فالنهاردة إحنا عايزين نراعي ربنا, ما بقي في شهر الخير إلا أيام معدودة وساعات محدودة. أنت فين من الخير؟ لما ربنا يجيب لنا المساجد دي مسجد التقوى, حتى مسجد التقوى, وربنا قال في سورة في الصيام لعلكم تتقون. سيدنا علي يقول التقوى هي الخوف من الجليل, العمل بالتنزيل, الرضا بالقليل, الاستعداد ليوم الرحيل. استعد 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 ليوم الرحيل. كأن ربنا جاب لك مسجد التقوى في شهر التقوى في أيام التقوى عشان أنت ربنا عايزك أنك تكون من المتقين. اوعى تحرم نفسك أبدا من فعل الخير ولا تحرم نفسك من عمل الخير أبدا, لأن من فعل الخير فعل به الخير. الله تبارك وتعالى يقول ولكم في القصاص حياة. علماؤنا رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا داين تدان, وبالكيل الذي تكيل به للناس لك يكال. افعل المعروف في أهله وفي غير أهله, إن صادف المعروف أهله فهو أهله, إن لم يصادف أهله فأنت أهله. تعالوا نطلع نشوف تقريرنا الجاي ونرجع لكم مرة تانية, ابقوا معنا. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله, فمنكم من يبخل, ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه, والله الغني وأنتم الفقراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما أكرم بيوت عند الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم أكرم البيوت عند الله بيت فيه يتيم يكرم. النهاردة عندنا حالة من الحالات الصعبة جدا, عندنا أم خمس أيتام, عندنا أم خمس أيتام, بنتين وتلت ولاد قاعدين في المكان ده, قاعدين في مكان ملوش سقف, قاعدين في مكان على الحصى, بيناموا هنا على الارض وعلى الحصير, وبيناموا هناك كذا, ومفيش حمام ومفيش عداد ميه. معايا خمس اولاد ايتام وكوزي بتقف في باله خمس سنين, وعايزين بس سقف وعداد ميه بس ونقعد في البيت ده. يلا نمد ايدين المساعدة ليها عشان ربنا سبحانه وتعالى يخليها على يقين بأن المسلم أخ للمسلم. مع
معايا 5 أولاد أيتام وكوزي بتقف في باله 5 سنين وعايزين بس سقفة وعداد مية بس ونقعد في البيت ده. يمكن في الحقيقة لو تنينا ندور ان احنا بنبقى عايزين ندي الحاجة او فلوسنا او زكاتنا للناس اللي تستحق قوي. صحيح. اكيد دول يستحقوا. واضحة الصورة. شرحة نفسها ومتكلمة عن نفسها وحكي قصتها والله. ده الصورة دي مش هنقول بألف كلمة ده بألف ده بكل مجلدات. أنا بطلت أقول الجملة دي من كتر ما كل البرامج بقى بتقولها. في كلام بطلت أقوله من كتر ما كل ما بيقوله. لا والله الصورة دي حقيقة الناس دي محتاجة حقيقة محتاجة ستر. واحنا في شهر رمضان في شهر الستر. فالناس اللي يستر البنت اليتيمة ديت البنت اليتيمة. أنا عايز أسألك سؤال. هو ليه بيجي الشهر الكريم ده تحسه محدش محتاس فيه؟ صحيح. عارف أنت شايل نفسه كده. صحيح. كل ما يكون عندك علاقة بربنا الناس في شهر رمضان شياطين الجن مصفدة. فطب بدل شياطين الجن مصفدة يبقى الإنسان في الحياة هيبقى عنده علاقة بربنا. طول ما أنت عندك علاقة بربنا في الصدقة والإنفاق والبذل وتشوف الناس المحتاجة ونشوف وانت ماشي في الطريق تلاقي زي ما حضرتك كنت بتقولي تلاقي إنسان محتاج فنبتدي نديله ونبتدي نعمل. أنت علاقتك حلوة بربنا بنقرأ قرآن بنصلي محافظين. فطول ما علاقتك حلوة بربنا في كل حاجة احنا بقى لما بتطلع من الأيام المفترجة دي بنضل الطريق ودي طبيعة الإنسان في الحياة. ولذلك ربنا على طول في كل لحظة من اللحظات خلي بالك الحياة هتنتهي. خلي بالك الحياة هتنتهي. والله يا سيدتي يا حسرة المفرط في هذه الأيام لقد أضاع الزمان ويا خيبة الآمل كأنه قد أخذ من الموت الأمان. أعلم أن القضاء سيمهله في الدنيا إلى رمضان. إنسان السعيد من بادر هذه البقية المتبقية هذه الساعات من شهر رمضان بالاغتنام بالصدقة بتفريج الكروب بتنفيس الهموم عن الناس بقضاء الديون بستر الناس بجبر خواطر الناس بإعطاء الناس. لأن من أعطى أعطيه ومن فرج عن الناس فرج عنه. الناس للناس ما دام الوفاء بهم. هذه الحقيقة التي ينبغي على الإنسان أن يعيها. الناس للناس ما دام الوفاء بهم والعسر واليسر ساعات وأوقات. وخير الناس من بين الأنام رجل تقضى على يده للناس حاجات لا تقطعن يد المعروف عن أحد أبدا ما دمت تقدر فالأيام طارات فكم مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم بين الناس أموات. النهاردة إحنا محتاجين 500 وصلة مية لأهالينا في الفيوم. سعر الوصلة 3000 جنيه. محتاجين 500 بير مية. قلنا البير ب 30,000 جنيه. بنعمله على أسهم. اللي قادر يعمل السهم ب 5,000 جنيه. عايز يعمل سهمين سهم لك وسهم لزوجتك سهم لأبوك سهم لأمك وانت عايش. بنقول إحنا عايزين محتاجين مش أقل من 500 سهم سهم سقف. عايزين نعملهم سهم في السقف قلنا ب 5,000 جنيه. عايز تعمل سهم عايز تعمل اتنين عايز تسطر الناس عايز توصل وصلة مية. عندنا 5 محطات مية الحمد لله أو شاكو المحطة ب 150,000 جنيه. عايز تعمل محطة من بابا المحطة موجودة لأهلنا في المنيا وبتواصلوا معانا. عايز تعمل الأسهم المتبقية سواء لأهلنا في قرية ديكوة سواء لأهلنا في المنوفية سواء لأهلنا في بني سويف السهم ب 10,000 جنيه. صك النخيل ب 5,000 جنيه. نخلة هي بيكون سبب في تفريج الكرب عن بنت. هي بيكون السبب في, 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 في إدخال الفرحة على أرملة غاب عنها العائل وفقدت الراعي فأصبحت في الحياة بلا عائل ولا راعي. النخلة هي اللي بتعمل النخلة هي اللي بتجهز بنت. النخلة هي اللي بتجبر خاطر إنسان. النخلة هي اللي بتعمل سهم في مسجد. النخلة هي اللي بتعمل لك بير في مسجد. بعد كده بتلاقي الريع بتاع النخلة اللي انت عملتها بيعمل كل الحاجات دي. لما تيجي تقف قدام ربنا يوم القيامة تلاقي كل الحاجات دي موجودة. تقول يا رب أنا ما عملتش الحاجات دي. يقول لك لا ده انت في يوم من الأيام عملت نخلة فكان الريع بتاع النخلة والنخلة بقت نخل والنخل بقى نخل على طول. لأن النخلة في السنة بناخد منها 3-4 في خلال 10 سنين بناخد فسائل. فتفضل النخلة لو ما يجي وقت الحساب هكلمك في دلوقتي واحنا في دنيتنا كل واحد فينا عنده أمال حاجات نفسه فيها بالبسيط كده نفسي ابني يبقى دكتور صحيح نفسي بنتي تبقى مهندسة صحيح أمنية حياتي. الأمال دي عند بعضنا بتتحقق صحيح بتتحقق وعند بعضنا لا تحقق صحيح. لو أنا عملت صدقة إن ربنا يبارك لي في أولادي صح حقق لي فيهم حلمي يرضيني فيهم صحيح يقبل خاطرك فيه ينفع ويسترك بيهم ويسترهم في الدنيا ويوصلهم ينفع تقبل مني تقبل. جملة الأحاديث اللي جه بها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وجملة كلام ربنا من أوله إلى آخره إن لا ينال ما عندي إلا بطاعتي.
الحاجة اللي عند ربنا اللي انت عايزاها من ربنا تناليها بطاعة ربنا. فطاعة ربنا انك تفرج عن الناس، وطاعة ربنا انك تنفس عن الناس، وطاعة ربنا انك تنفس كروب الناس. فلما نعمل الحاجات دي ربنا خلاص. انت بتطلبه من مين؟ بتطلبه من الكريم، انت بتطلبه من الواسع، انت بتطلبه من القادر، القدرة المطلقة، عزيز لا يغلب ولا يزل. ما في قوة على وجه الارض تستطيع ان تقف امام قوات تقول لا ده ما ينفعش، ولا لاي ارادة على وجه الارض ان تقف امام ارادات ابدا. ده الانسان لما يتصدق في هذه الأيام ربنا يرفعه درجات، دي أيام رفع الدرجات الحقيقية، أيام المحاسبة الحقيقية. الله أمرنا بالصيام فصمنا، ولكن فين اللي صام عن البخل وأفطر على الإنفاق؟ فين الإنسان اللي صام عن الشح وأفطر على البذل؟ ده مجاهدة نفس، مجاهدة نفس اللي الإنسان هيظل فيها إلى يوم القيامة. نورتيني وشرفتيني الشيخ أبو حميد، ده يمكن لقائك دايما بيبقى مثمر ورائع. الله يخليك، ده شرف لي والله يا أستاذ. بكده أكون وصلت لنهاية حلقتي النهاردة، انتظروني غدا في نفس الميعاد والإعادة الساعة 4 عصرا على صدى بلدتو. كانت معكم نهال طايل فأمان الله.